واهلا اهلا، واضح لكم من المقادير ايش راح نسوي اليوم. باذن الله راح نسوي كيكه التفاح مع البيكان، شيء خرافي ولذيذ لذيذ وسهل مره فوق ما تتخيلون. اول شيء عندي هنا التفاح، تفاحتين بشرتهم، حطيت عليه شوي قرفه، بحط له سكر بني وشوي قرفه كمان، نقلبهم مع بعض كذا. تمام، راح نخليه على جنب. والحين راح اجهز خليط الكيك. طبعا حستخدم فيها العجانه اللي راح استخدمها عجانه اديسون من السيف جاليري، رهيبه. تشوفوني ما استخدم الا هي، ثباتها جدا عالي وفيها مؤقت وديجيتال، يعني شغل عدل مدل. وليش عجبتني؟ لان قوتها 1800 واط، يعني قوتها جدا عاليه وحلوه. والوعاء حقها مره كبير، 6.5 لتر، يعني تسوي لكم اكبر العجاين. بضيف 3 بيضات، نص كوب سكر، ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وشوي فانيلا سائلة. بعد ما صار خليط البيض كذا كريمي، راح أضيف علبة زبادي ونص كوب زيت ونخلط. بعد ما خلطتها نضيف كوبين دقيق منخولين، عليها ملعقة بيكنج باودر، ننخلهم. ونخلط بس ما نطول بالخلط، بس يتجانس الدقيق مع الخليط. راح احط نص الخليط بالقالب، وبحط نص خليط التفاح والقرفة والسكر. طبعا انتم بالخيار، ممكن تحشونها بالتفاح، ممكن تخلون التفاح على الوجه، بس انا احب طعم التفاح يكون مرة كثير يعني في الكيكة. اخر شيء راح اضيف البيكان، او ممكن لوز مبشور حسب ما تحبون، بس البيكان لذيذ مع كيكة التفاح. خلاص الصينية جاهزة انها تدخل الفرن. لازم الفرن تكونون مسخنينه قبل على درجة حرارة 170-180 تقريبا، من 45 دقيقة الى 50 دقيقة، او على حسب حجم الصينية. الريحة من الحين ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أقول لكم عليها، تأخذ العقل. ما شاء الله تبارك الرحمن، خلصت كيكتنا. يا ريت تشمون الريحة، ريحة القرفة قوية تهبل. حط شوي كراميل، صار بالغطاء الكراميل. خلنا نوريكم الهشاشة تبارك الرحمن، ريحة مو طبيعية،
شيء خرافي. طعم التفاح مع السينمون مو طبيعي. طبعا انا حاطه طبقات فصاير مره ألذ من انكم تحطونه فوق. خرافيه تبارك الرحمن.